جوز كلام. شو هذا أم جوزيف؟ شو هذا اللي بإيدك؟ شو عم تقري؟ هاد بوستر جابت لي رفيقتي لمسرحية أطفال. ايه وشو بدك تعملي فيه؟ عم فكر اجمع أولاد الحارة وآخذهم على المسرحية، شو رأيك؟ ماني موافق. اوف ليش بقى؟ لكو عم تسألي ليش يا أم جوزيف؟ شلون بدك يعني يروح أحضر مسرحية ببلد عمره ما احترم لا الفنانين ولا المسرحيين؟ آه؟ لك إذا مدير مسرح الطفل معتقل من أكثر من 4 سنين وما حدا بيعرف عنه شيء، شلون بدك يعني يروح وشارك بنشاط مسرحي؟ آه شلون؟ قصدك زكي كورديلو؟ إيه طبعا، لكن مين غيره؟ الله يفك أسره ويرجعه سالم يا رب. آمين آمين. مشان هيك أنا ضد الفكرة. يعني والله أنت الحق معك، بس كمان الأولاد شو ذنبون؟ ولا كمان بدنا ياهم يطلعوا ما بيفهموا شيء بالفن والأدب والمسرح؟ لأنه شو نحن مقاطعين هاي الفعاليات؟ يعني معك حق، بس يعني ليكي شو؟ اجتني فكرة. هات لنشوف يا ابو الافكار. تعي نعمل مسرح بالبيت. بالبيت عنا هون؟ ايه بالبيت عنا هون، ليش لا؟ ايه لانه ما عنا قرنا نسوي مسرح ومنصة وكل هالحكي. يا ستي الفكرة اللي ببالي ما بدأ اكتر من متر بمتر، والولاد اللي بدهم يجوا يتفرجوا بيقعدوا على الصوفايات ومنحط لهم مخدات على الاراضي. شلون بدك تساوي مسرح متر بمتر؟ والممثلين شلون بدهم يتحركوا بهالمتر؟ عم افكر نعمل مسرح ظل. خيال ظل؟ والله فكرة، يعني شي بيشبه كراكوز وعواز مو؟ يا عيني عليكي، بنعمل الولاد كم ورشة عمل كمان، منعلمهم كيف يصنعوا الدمى وكيف يحركوهم ورا الشاشة، وكمان منحكي لهم عن كراكوز وعواز وعن المسرح يلي كان وسيلة لانتقاد الحكومات والسياسات ورا شخصيات فكاهية مثل كراكوز وعواز. بتعرف كتير حاسة الولاد رح يحبوا الفكرة، وهيك منكون عم نضرب 3 عصافير بحجر واحد، منسلي الولاد ومنفرجيهم مسرح، ومنكون أوفياء لزكي كورديلو الوحيد اللي كان عم يشتغل مسرح خيال ظل بسوريا وعم يحافظ على هذا التراث، وكمان منعلم الأولاد ينتقدوا صح. حاكم معلومك، ما عاد الشعب ميز بين الانتقاد وبين السب. يلا لكان ومندق الحديد وهو حامي. وهيك يا أطفالنا يا كرام، سجن الأسد ملك الغابة الفرس الهمام، لأنه أزعجه بصوت صهيله العالي وما خلاه يعرف ينام. بس القصة ما خلصت هون، لأنه المهر الصغير الحنون رح يكبر ويصير فرس موزون ويرجع ليحرر أبوه المسجون. وإذا بدكن تعرفوا شلون، تعوا الأسبوع الجاي بنفس الزمان والمكان وجيبوا رفقاتكن وأخواتكن كمان. جوز كلام.